النصية هي تخضع لرقابة كبيرة، وفي حالات معينة خاصة نحو فترة الانتخابات وبعدها على الفور. كيف يفعلون ذلك؟ يمكن إغلاق الشبكة ببساطة، ومثلا نحو الفترة المحيطة بالانتخابات البرلمانية كانت هناك احتجاجات حولها أو اعتراضات. الاحتجاجات قد انقلبت إلى العنف. إن كان لديك شركات معينة مشتركة في شركة هواتف معينة تغلق الشبكة، مع ذلك يستطيع الناس أن يجري اتصالات هاتفية، وأحيانا في بعض الأحياء يغلقون الهواتف كليا، ولكن خدمة الرسائل النصية تغلق في أنحاء البلاد. ومما يقلقنا كان شيئا حدث في أوكرانيا في فترة الثورة، أن الرسائل النصية كانت تستخدم لجلب الناس من الريف إلى وسط البلاد، وفي روسيا البيضاء أيضا كانوا أذكياء فأغلقوا خدمة الرسائل النصية. فهذه إذن وسائل وأدوات قوية بيد النشطاء. وما شاهدناه في غربي أفريقيا أن مزيج الرسائل النصية والراديو والهاتف أداة قوية جدا. غانا كان فيها انتخابات عام 2000، ومن أسباب كونها بهذه الحرية والإنصاف أن الناس كانوا يرصدون الانتخابات بأنفسهم ثم يتصلون هاتفيا أو يرسلون رسائل نصية تقول أن الناس يمنعون من الانتخابات. لم يتصلوا بالشرطة لأن الشرطة ربما كانت أهملت الطلب، لكن بالاتصال بالإذاعة التي تبث للبلد بأكمله كان يتضح أن الشرطة إن لم تأتي وتحقق سيكون هناك دليل، سيكون ذلك دليلا على التزوير. ولكن نرى بهذا قدرة الناس على الكتابة بالإضافة إلى القراءة من خلال تكنولوجيات من نوع الرسائل النصية. هل من يريد الإضافة؟ كان لدينا وضع أيضا في الأردن، حيث القوات الأمنية كانت تعرف أين هم النشطاء الرئيسيين، الإخوان المسلمين أو المجموعات الراديكالية الأخرى. وفي جاءت رسالة نصية: تعال إلى السفارة الأمريكية في الساعة الرابعة ومرر هذه الرسالة. كانت 4 كلمات، وهذا أدى إلى خلق مظاهرة فورية. لم يعرف أحد من الذي بدأها، والشرطة لم تعرف كيف توقفها لأن الشرطة لم تعرف الطريقة التقليدية. عادة هو التوجه إلى النشطاء، لكن ربما هذه كانت رسالة جاءت من حي غني. في اليمن أيضا كانت هناك امرأة خلقت تنبيها للأخبار العاجلة، والمضمون كانت ترسله إلى الناس. فكانت هناك اتفاقية للتشارك في الأرباح مع شركة الهواتف، فكانت معلومة تمرر لكل من يشترك معهم. أولا أود أن أقول أن هذه الطريقة للقياس تحتاج أن تعرف تفاصيل البلاد. مثلا في مصر لن يكون من السهل أن تقيس بهذه الطريقة، لأن الإنترنت والرسائل النصية تسيطر عليها مؤسستان مختلفتان كليا، والديناميكية فيهما مختلفة. فالإرادة والرغبة في المراقبة ربما غير فعالة. أيضا أشكال الرقابة هناك منها ما هو غير مرئي. مثلا هناك رقابة كبيرة في الإنترنت والصحفيين المحترفين، فالرقابة الصحفيين في مصر لا تعترف بالصحافة على الإنترنت. فهذه رقابة من خلال الأجور، طبعا لا يؤثر هذا على المدونين. أما بالنسبة للرسائل النصية، أكرر أن لها تأثير مضاعف تضاعفي عند الوجود في السجن. لتضامن مع القضاء المصري، كان هناك رسالة نصية تتداول من أشخاص خارج حركة كفاية كليا أو أي حركة من النشطاء الآخرين، ربما أصدقائهم أو عائلات بعض المحتجزين الذين بدأوها، وكانت سببا طلبا للدعاء للصلاة للسجناء.
وهذه الرسالة انتشرت وكان لها تأثير أكثر فعالية في الانتشار على الأقل من أي رسالة أخرى حولنا، على الرغم من أننا كنا على اتصال مع كافة وسائل الإعلام الأخرى وليس فقط المدونين والمدونات. المشوق أن نرى التحول ما بين وسائل الإعلام هذه. مثلا لو شاهدتم تابعتم حالة حركة مكافحة التعذيب في مصر، وهناك السائق المصري الذي تعرض للتعذيب وهي في المحكمة الآن، حيث أن الضابط المسؤول. فقط النقطة الأخرى، هناك أشرطة فيديو من الهواتف الخلوية حول هذه القضية. نعم، كان هناك تسجيل فيديو بهذه بالهواتف، وانتشر هذا الشريط بشكل كبير باستخدام البلوتوث أو غيرها قبل أن يصل إلى المدونات. بعد أن وصل هناك كان هناك أيضا اندماج مع وسائل الإعلام الرئيسية. شريط الفيديو كان التقطه أحد المذنبين الذين ارتكبوا هذا التعذيب ووزع في البداية منهم. نعم، ولكن في الحالات الأخرى انتشر عبر البلوتوث. تفضل جوناثان. من التحديات في بعض الدول أنه لا يوجد مستقبل واحد، فكل دولة وخليط الأعلام فيها مختلف والتشريعات أيضا مختلفة، لذلك التطور سيكون مختلفا. لكني أريد أن أشير إلى ما يحدث في غرب أفريقيا في كينيا، حيث يستخدمون الهواتف الخلوية لتحويل الأموال. فيمكنك أن تستخدم الهاتف الخلوي لتحويل أموال رصيد، فشخص ما يدفع لموظفيه ف يمكنهم أن يستخدموه يبيعه، وهكذا تقوم بتحويل أموال. لأن هنا هذا تحدي، فيمكنك أن تدرب الكثير من الصحفيين ليروا قصصا، لكن إن لم يتمكنوا من أن يكسبوا رزقهم من ذلك فيمكنهم أن يقولوا أنني لست محترفا وإنما متطوع. أردت أن أسأل إيثان عن بعض المذنبين الأقل معرفة فيما يتعلق بالإنترنت، فلا يمكن أن يكون لديك أهم ثلاثة وعندما تقرأ أي قصة عن الدول التي تصد إمكانيات الوصول إلى الإنترنت. تسمع عن إيران وتسمع عن الصين وأكثر بمصر. من هي الدول أكثر مهارة في هذا الموضوع ولا نسمع معها بالقدر الكافي؟ فيما يتحدث بالتكنولوجيا لابد من الانحناء للصين لأنهم يسبقون دول أخرى بكثير، لكن هناك طرق مختلفة لترشيح مضمون الإنترنت ومواقع الإلكترونية. مثلا السعودية، حيث عندما تدخل إلى صفحة مدونات تقول لك هذه الصفحة غير مسموح لك بها، وإن أردت أن تعترض يمكنك أن تفعل هذا وذاك. في معظم الدول عوضا عن يقول لك أنهم يصدون المضمون، فإنهم ببساطة يجعلون الأمور تبدو وكأن الموقع فيه خطأ ما. هذا ما يحدث مع جوجل في الصين. معظم الوقت جوجل يصد موقعها في الصين، ويبدو أن جوجل تفعل شيئا ما، أن مخدمها ليس عاطل عن العمل. ولكن هناك طرق أخرى للرقابة على الإنترنت، ومن الطرق أخرى هو عوضا عن ملاحقة المواقع المختلفة تأخذ العنوان الرئيسي المسمى بالآي بي. فمثلا في الباكستان كان قرار في المحكمة أن تصد عددا قليلا جدا من المدونات، 6 أو 8، وخلال عملية صد هذه المواقع تمكنت من صد كافة المواقع الخاصة بالمدونات. وفي الواقع هناك موقع يقول لا تصد المدونات. فكل هذا في الواقع وبشكل ما لا يقارب خطر ما يحدث في زيمبابوي. هناك لا تصد تكنولوجيا فنيا هذه المواقع الخاصة بالمدونين، وإنما تهدد فتقول أنها تنشر مواقع أمنية على كل مقاهي الإنترنت، فإن وجدوا
حيث يدخل الناس هناك وينشرون القصص عليها، وهناك تهديد أنك إن فعلت ذلك فأنك ستتهم وتعتقل بتهمة التشهير بسمعة البلاد وما إلى ذلك. معظم الناس في زيمبابوي كانوا مقتنعين أن الحكومة تقرأ رسائلهم الإلكترونية، وكان الناس يطلبون إزالتهم من قوائم البريد الإلكتروني السياسي، فهم لا يستطيعون، الناس لا يستطيع أن تدفع مقابل الاشتراك في الإنترنت. فهذه حكومة ليست لديها الإمكانية الفنية لمراقبة ذلك كله أو صد مواقع معينة، وإنما هي تخيف الناس من الدخول إليها. سمعت أيضا عن زيمبابوي أن التضخم كان سيئا جدا، أن بعض الصحفيين الذين كانوا يدفعون غرامات لنشر معلومات معينة أدركوا الآن أن التضخم قد أطاح بالقيمة الحقيقية إلى نحو 3 سنتات، بحيث أنهم يستطيعون التحدث عن ما يريدون عن حكومة هناك ويدفع مقابل ذلك مجرد 3 سنتات. أريد أن أتدخل هنا. ما يقال عن الرقابة من خلال المحاكم هو أنه لا يحدث فقط في بشكل بتوتر كثير في بعض الدول التي نتوقع فيها الحد من حرية التعبير، ولكن في دول أخرى. فرنسا لديها سجل كبير، ومؤخرا كانوا يصدون مواقع غرين بيس في مواقع معينة لحركة غرين بيس. إيطاليا فيما أيضا عليك أن تظهر هويتك الشخصية للدخول إلى مقاهي الإنترنت، وأيضا إن كنت تستخدم شبكة لاسلكية للإنترنت فيجب هناك إجراءات معينة لابد أن تفعلها. بالنسبة لي أشعر أن مصر أكثر حرية بالنسبة للإنترنت على الأقل أكثر من فرنسا، وهناك أنباء أكثر إزعاجا من فرنسا، ولكن ربما فيما بعد. هل ربما شخص هذا يحدث أنك تركز على بلد واحد ولا تنسى الآخريات؟ السؤال الأخير، أتذكر عندما ظهرت الإنترنت والتكنولوجيا، وأتذكر الناس كانوا يقولون أن الأمر الرائع حول هذه التكنولوجيا أن الحكومات لن تتمكن أبدا من السيطرة عليها. هل هذه الكلمات لا تزال يتردد صداها في أذني؟ والآن نرى هذه المناوشات على جبهات مختلفة في السنوات الماضية، وأتساءل عن رأيك أعضاء هذه اللجنة إن كنتم أكثر أو أقل تفاؤلا الآن عما كنتم عليه قبل عام أو عامين أو 3 أعوام. من الذي سيفوز بهذه المعركة؟ الذين يسيطرون عليها أم يريدون فتحها؟ أعتقد أن الحكومات تخسر لأسباب مختلفة. في بعض دول الشرق الأوسط هناك نوع من الانفصام الشخصية، حيث الحكومات تتبنى العولمة وتتكيف لها وتحاول أن ترفض التنقل الحر للمعلومات. فالجانب الاقتصادي للعولمة دون أن يتبنى الجانب المعلوماتي للعولمة، فهم يحاولون استغلال ذلك ويقولون إن أردتم الانفتاح فيجب أن يكون انتفاح كافة الجبهات. في الأردن يمزحون عن الوزارات فيقولون أن نصفها تسير بنظام الديجيتال الرقمي وغيرها، والوزارات الأخرى من وزارة الداخلية ومن يسيطرون على الشرطة تتبع النظام الأنالوج، النظام الأقدم من الديجيتال. فالكثير من الناس يحاولون أن يصطفوا في صف الوزارات الرقمية، وأرى هذا كثيرا في المغرب وفي البحرين. في مصر ليس لهذه الدرجة، ولكن أعتقد هذا الحركة اتجاه. أعتقد أن السكان في الشرق الأوسط معظم السكان تحت سن 25 أو 21، فأعتقد أن الناس هؤلاء سيصعبون الأمور الحكومات القديمة من النمط القديم غير الرقمية، فيرون أنهم متخلفون كثيرا. أريد أن أضيف أن الوزراء الرقميين لديهم المعلومات ولديهم الوسائل التكنولوجية للتأثير أكثر من الوزارات غير الرقمية. نعم، أن هناك الجانب الإيجابي لوجود وزراء متكيفين مع الجانب الرقمي والتكنولوجيا الحديثة، وجانب سلبي لذلك أيضا. أنا سأكون متفائلا وأقول
أن لا أقول لا، الإنترنت سيفوز وهو يفوز فعلا، وبالحكم على قوانين التأليف، حقوق التأليف، يبدو لي أن هناك الكثير من القوة والمال بين العدد الكبير من المستخدمين، فهم يخسرون الحرب. فيمكنك أن تنزل أي موسيقى أو أي مضمون، أي ملفات من الإنترنت، ولكن يمكن أن نقول أن هذا نوع من القرصنة ليس جيدا، لكنهم يخسرون هذه المعركة. وأعتقد أن هوليوود أقوى بكثير من الحكومة المصرية. والنقطة الأخرى التي تبقيني متفائلا قليلا هي أن هناك الكثير من المال الذي يمكن جنيه من حرية التعبير. فحكومة المصرية اكتشفت ذلك، وطبعا الحكومة القطرية، هناك الكثير من المال الذي يمكن جنيه من حرية التعبير. ومؤخرا المحطات الفضائية المحلية التي تبث وتسجل في مصر بدأت تصبح، لست أدري ما هي الكلمة التي أصبحت، أكثر انفتاحا واعتراضا وتحديا للأعراف والحدود المتوقعة، مثل برنامج العاشرة مساء. هذه قنوات فيها قنوات ترفيه، والتي كانت قبل بضعة أعوام لا تدنو نحو السياسة، ولكن الآن هناك تطرق إليها بطريقة مدهشة. والسبب التسامح في هذا هو أنك تستطيع أن تجني المزيد من الموال بهذه الطريقة. لا أستطيع أن أتذكر اسم هذه القناة، قناة تبث من العراق، كانت تبث على الزوراء. نعم، أعتقد أنهم أزالوها من نايل سات، لكن يقول أنهم يدفعون الرسوم، فسمحنا لهم بالبث. هذا كان الرد الحكومي، لم يكن هذا سياسة في وراء الكواليس. فإذا هذا الدولار يحكم في مصر. هناك نظام سلطوي آخر، وهم ماهرون في تعديل مستوى الانشقاق أو الخاضع للسيطرة. فهناك الحكومات برأيي لا نعطيها الكثير من الفضل لمدى مهارتها في مقدار الانشقاق أو الاعتراض الذي تسمح به وبإدارته. وربما علينا أن نحذر من مدى سعادتنا بالتغيير، لأن هذا قد لا يكون تغييرا في السياسة. أيضا أريد أن أدفع بلطف صديقي المتفائل، هناك لاعب آخر علينا التفكير به عدا عن النشطاء الفرديين والحكومة. يجب أن ندرس أيضا دور الشركات في هذا الموضوع. ومما يقلقني كان مشاهدة هذه الشركات الكبرى وهي تصبح شركاء راغبين في الرقابة. فكانت مايكروسوفت قررت أن تفتح خدمة المدونات في الصين، والصين وصلت أنظمة وليس بشكل مكشوف نحو الشركات التي تنوي القيام بهذه الأنشاط. وهناك قطعة بحثية قام بها أحد زملائي الذي دخل إلى موقع مايكروسوفت في الصين وحاول أن يشكل مدونة باسم أنا أحب الديمقراطية وحقوق الإنسان، فحصل على رسالة تقول لا يمكن لموقعك أن يستخدم كلمات سيئة أو بذيئة من هذا النوع. ففي النهاية كان حقوق الإنسان والديمقراطية في العنوان تم التخلص منه. فإذا هذه كانت مايكروسوفت وهي تحاول أن تعرف كيف تستطيع أن تشكل منتجا يسمح لها بالعمل في الإطار الصيني. نحن بحاجة أن تقوم الشركات، تقف على قدميها وتقاوم وتدفع الحكومات عوضا عن أن تتراجع وتقبل كل ما تريده الحكومات. ونحن نريد أن نبيع عليها هؤلاء الملايين من العملاء. سؤال من الحضور، تفضل. السؤال لو سمحتم السائلين أن يقتربوا. صباح الخير، عزيز المغنيسي من قناة الجزيرة. سؤالي إلى الأخ على عن مصداقية المدونات. كما تعلم هناك تعبير في العربية نستخدمه للتشكيك في وثوقية ومصداقية أي خبر أو معلومة، وهو كلام جرائد. يبدو أن الآن تحول المثل إلى كلام إنترنت.
لماذا؟ لأنه هناك شكوك كبيرة تحوم حول مصداقية الكثير من المعلومات التي تنشرها المدونات، وهي كما تعلم مليئة بالحش والزعانف والصور الملفقة والمعلومات الغير صحيحة في معظمها. فماذا يجعلني أنا مثلا لأثق فيما تدون أنت وما تكتبه في مدوناتك؟ هل لديكم مثلا يعني code of ethics؟ هل لديكم مثلا قانون هل يتعلق بها حقوق التأليف إلى غير ذلك من الأشياء التي تجعل نشر المعلومات يعني موثوق به لدى الجمهور؟ حتى أن بعض القنوات الفضائية مثلا الآن أصبحت تنشر صور الإنترنت وتذيلها بعبارة لا يمكن التأكد من مصداقيتها من مصادر مستقلة مثلا. وشكرا. طب ردا عليك الأول حرمي لك سؤالك تاني. Is it okay if I reply in Arabic? Yeah. Okay. أنت بتقول لي كانت اسمها كلام جرايد ودلوقتي اسمها كلام إنترنت. طيب ما هو جرايد لما كان اسمها كلام جرايد كان في ميثاق شرف للصحفيين ومع ذلك الناس بتقول كلام جرايد. يعني السؤال ما فيش خصوصية في رأيي للإنترنت أو للمدونات أو للصحافة الشعبية. الإجابة عن السؤال بتاع إزاي يثق في المعلومة دي، إزاي يثق في المصدر ده، المفروض تكون واحدة أيا كان المصدر ده، هو الجزيرة ولا CNN ولا فوكس نيوز ولا منال وعلاء ولا الوعي المصري ولا جلوبال فويسز. إيه الوسيلة دي؟ ده موضوع طويل وممكن نختلف فيه، كل واحد فينا يبقى له أسلوب مختلف في بناء ثقته. في ناس بتثق في البراند وفي ناس هتثق لأنها هتراجع على أكتر من مصدر. وجود ميثاق شرف يمكن الإخوة الصحفيين يختلفوا معايا في ده، أنا مش حاسس إنه فارق في أي حاجة الحقيقة في الصحافة. كمية الصحافة الخاطئة اللي مش بس بتطلع من المؤسسات الصحفية اللي وراها الدولة مثلا، ساعات بتحصل لأسباب كسل أو استسهال أو أيا كان، يعني مش شايف إنه ميثاق الشرف فارق في حاجة. فإجابتي باختصار هو ما تثقش فيها. لما تقرأ حاجة عندي ما تثقش فيها خالص، دور على إزاي تتأكد من المعلومة دي. ونصيحتي أنا هي أنك تدور على مصادر متعددة وتحكم بحصيل خبرة، ثقة في المصدر ده، وحصيل خبرة كمان معرفة عن الموضوع اللي فيه الموضوع اللي عنده الخبر. إن لم يكن هناك أي من يريد الاستجابة لذلك، نأخذ السؤال التالي. شرميلا بوس، جامعة أكسفورد. أقلقني تجميع الصحافة وعمل النشطاء، على الرغم أننا ربما قد أرسينا أنه لا يوجد تقرير موضوعي جدا، لكن يفترض بالصحفيين أن يكونوا غير منحازين في تقاريرهم، وإن ربطتم بين العمل كنشطاء وبين الصحافة ألا تضر هذا بالصحافة؟ هذه نقطة مشوقة. وبالأمس قابلت شخصين جاء إلى الصحافة من ميادين مختلفة، إيثان أحدهما، وهناك أيضا السيد ظاهر جمال تحدث بالأمس. كل واحد لديه تخصص مختلف، خلفية مختلفة، فهم لم يتدربا كصحفيين وإنما جاء إلى هذه النقطة وصل إليها، فكيف تفسر ذلك؟ الكثير من عملنا لا نشير إليه صراحة كصحافة، وإنما نستخدمه صحافة أو إعلام شعبي، ونحاول فيه أن نعكس حقيقة أن الكثير من عملنا في منظمتنا Global Voices ليس محاولة أن نكون موضوعيين ولا نحاول أن نكون منفصلين، وإنما نحاول أن نظهر ما يراه الناس ويعتقده ويشعر به. أعتقد هناك بعض الخطر أن الناس ربما يختبئون وراء درع الموضوعية الصحفية ويقولون أنا أقول لكم الحقيقة دون انحياز. الكثير من الشبكات التلفزيونية تقول نحن نعطيكم الحقيقة الكاملة المتوازنة دون انحياز، ومن الواضح أنهم ليسوا كذلك. إجابتي ما قاله إيثان زميلنا هو أن تحقق من كل شيء، تحقق من المدونات وأن تقارن فيما بينها، وجزء من
مما يخرج من هذه الطريقة الجديدة للإعلام الجديد هو متطلب أن عليك أن تحاول أن تضع كل هذه الأمور من مصادر مختلفة مقارنة مع بعضها البعض. لكن هناك أمر جديد يأتي وهم النشطاء، لأنهم هم الأكثر اهتماما باستخدام هذا النوع من الأدوات وللوصول إلى جمهور أكبر، وهذه للمدونين المدونات. فقط داود، في الشرق الأوسط والعالم العربي لدينا مشكلة مع لقب الصحفي. في كل بلد، معظم الدول العربية هناك اتحاد واحد، والقانون ينص على أن الصحفيين فقط، أي شخص يزعم أنه صحفي يجب أن يكون عضوا في هذا الاتحاد أو هذه النقابة، فلا بد أن يحصلوا على ترخيص. فهناك وضع لأشخاص يعملون مع وسائل الإعلام المملوكة للدولة يسمون صحفيين، والبقية لا يسمون كذلك، وهم هؤلاء الذين يمارسون أكبر رقابة ذاتية. وعندما بدأت موقعي وشركتي، من حضرت أن لم أقبل أن أوظف أي صحفي عمل في السابق في تلك الوسائل المملوكة للدولة. أما العمل في النشطاء والدفاع في أنشطة معينة أمر مختلف. أعتقد أن هذا يعتمد على استخدامك وما تعنيه بكلمة نشطاء. هناك شخص يحاول أن يكون صحفيا لكنه منخرط أيضا في نشاط ضد الأيديولوجيا السياسية، أعتقد أن هذا أمر خطر. لكن هناك قيم إنسانية عالمية نتشاركها جميعنا، وأن هدف الصحافة هو الخروج بالحقيقة وبشكل موضوعي لأكبر درجة ممكنة. وهذا يصبح سياسيا عندما يكون المسؤولون يحاولون استخدام ذلك بشكل مختلف، لديهم أجندتهم. لكن كلنا نستطيع أن نشترك في استخدام الصحافة للمزيد من الديمقراطية. فإن كنت أنا نشيطا فهذا قد لا يكون خطرا على الصحافة. فإن كنت صحفيا دون تبني أيديولوجيا لينينية أو ماركسية أو اشتراكية أو غيرها، فهذا أمر مختلف. فجوناثان، في هذه اللحظة لست قلقا، لأن الجمهور ليس غبيا. من السهل جدا معرفة مدى يتخذ الناس وجهة نظر معينة أو جانب معين. هناك أهمية إن كان الناس يريدون أن يحصلوا على سمعة كونهم حياديين، يجب أيضا أن يظهروا أين يحصلون على تمويلهم. هذه مشكلة مع بعض المدونات، ليس من الواضح من يقف وراءها. على بسرعة لو سمحت، عندما قلت أن هناك خلطا بين الجانبين في مصر، لست أعني بين النشطاء وبين الصحفيين. بالنسبة لي هذه الصحافة الشعبية لا يقوم بها الصحفيين، وإنما بأشخاص ليسوا صحفيين لكنهم يقومون بأعمال صحفية من وقت إلى وقت. بالنسبة لي أقوى شكل من الصحافة الشعبية هو عندما قلما يقوم الناس العاديون بهذه الأعمال الصحفية في حالات نادرة، ولكنها تكون هامة جدا لهم. لذلك نرى اندماجا ما بين، أو هناك ضبابية في الحدود ما بين العمل كنشطاء والعمل الصحفي. الصحفي المحترف بغض النظر عن الوسط الذي يستخدمه يجب أن لا يخلط بين الاثنين. أريد أن أتحدث عن ما سمعته. أنا داني شكتر، محرر، وأنا أكتب مدونات، أكتب عن وسائل إعلام، وكتبت كتبا وأفلاما حول المسائل متعلقة بالإعلام. أعتقد أن ليس من الصواب تماما أن نعرف الصحافة بشكل ضيق جدا على أن الصحافة هي نقل التقارير. ما نتحدث عنه هو الصحافة التي تحيط وتشمل التعليقات والتحليل والمنظور. نحن في وسط شبكة كاملة تفتخر بشعار الرأي والرأي الآخر، ومع ذلك ما يوجد لدينا ربما بسبب نص ما يسمى الصحافة الحقيقية التي لا تكون في كثير من الأحيان صحافة حقيقية في مجال المدونين أو الصحفيين المستقلين. نشعر أن يجب أن نكون ملكيين أكثر من الملك في ما يتعلق بطريقة تعاملنا مع الصحافة، أن نبين كم مدى حياديتنا وكم خيراتنا في العالم لكي نؤخذ على محمل.
رحمة الجدية، بينما في الواقع إن حللت وسائل الإعلام العادية كما أفعل دائما أجد أن هناك أجندة واضحة في ما يغطى ما لا يغطى، ما يحذف التواطؤ وما غير ذلك. وهذه كلمات تأتي إلى ذهني خاصة فيما يتعلق بتغطية الحروب. فإذا أنا أناشدكم يا زملائي وزملائي الآخرين هنا أن لا تعلقوا في هذا الجدل، حيث علينا أن نثبت نقاءنا وأن نلتزم بأفكار فيكتورية من القرن 19 عما هي الصحافة. في الواقع الصحافة هي عدة أمور، كما هو الحال مع الإعلام. الموسيقيون الذين تحدثوا إلينا حول محور العدل هم صانعون للإعلام، هم صوت وتعليق لهم على المجتمع، وربما لديهم قوة أكبر من أي صحفي آخر. أعتقد إذن أن من الخطأ أن ندخل في هذا الجدل النقاش للتفريق بين ما هي الصحافة الحقيقية وما هي ليست كذلك. الصحافة العمل الذي تقوم به وأقتبس على أنه ليس صحافة حقيقية، الأشخاص لا يتشاركون معك في قيمك، الذي غير منخرطين في قيم تغيير المجتمع التي ترتبط التي نرتبط بها جزئيا، الذين يحاولون عزلك وتهميشك ونزع الشرعية عنك. وأعتقد أن على المرء أن تكون لديه قوة القناعة الذاتية ليدافع عما يؤمن به وأن لا تقلق عن الآراء. شكرا. فقط لكي نميز أمرا واحدا، أن البرنامج الشعار الرأي والرأي الآخر، وهناك أيضا تحديد وضع الأجندة، وهناك أيضا شعارات. أنا فقط أريد توضيح الأمور، أنا فقط أوضح أن هناك ليست كل قناة إخبارية لديها أخبار في نصف الساعة الأولى وتحليلات فيما بعد، فقط أن كل توجه واندفاع الجزيرة هو ما تطمح القيام به هو تغطية أجزاء من العالم التي لا تغطى، التي تهمل، وهذا ما يعنيه وضع الأجندة. دعني أطرح هذا إلى أعضاء هذه اللجنة. هذا السؤال أيضا يعود إلى الأكاديميين. لقد تعرضت لهجوم من أشخاص من ديفيد هورويتس بالتحديد لكوني أستاذ جامعة وناشطا أيضا، فكيف يمكن أن أجمع بين الاثنين وكأن الدارسين يجب أن يكونوا موضوعيين فقط؟ وردي على ذلك عندما تقوم بهذا النوع من الأعمال وتحاول أن تعرف ما يحدث في العالم، عندما الناس الأقوياء في العالم لا يريدونك أن تعرف ما يحدث، فجأة تصبح ناشطا ولست أكاديميا شرعيا. الأمر الغريب، وكما أشار داني، تبين أنهم وظفوا متدربا للقيام بأبحاث عني والذي لم يقابلني أبدا ولم يقرأ كتابي. فهكذا ثم يظهر على شاشة فوكس ويتحدث ويصبح بين قوسين الحقيقة. في الواقع إذن أعتقد أن القوة السياسية غائبة هنا حول الصحافة والعمل الدفاعي. وهناك فيل آخر في الغرفة، وحيث الجزيرة حالة دراسية حول كيف يجب أن نفهم كيف ندفع هذه الأجندة أكثر وأكثر. ضعت نقاط أخرى. داني على حق، أقول أن هذا ليس مجرد نقل الأخبار، وهناك آراء في المدونات وليس نقل الأخبار. فإن كان العالم يتوجه نحو المحادثة والحوار فليس مجرد نقل ما يحدث في العالم، فهناك الاختلاف. إن تحدثنا عن الصحف المطبوعة، عن الصفحة الأولى والصفحات الأخرى الداخلية، نعم لقد عدنا إلى شيء يقارب نموذج القرن 19 في هذه الصحف، حيث يوجد كل نقل التقارير الوقائع والتحليلات والرأي والآراء. هذا ليس لم يكن الحال في المملكة المتحدة، ربما نعم ربما بالتأكيد هذه وجهة نظري. هناك أنماط مختلفة من الصحافة، أنماط مختلفة من النشاط سواء كان في الصحف المطبوعة أو في المحطات التلفزيونية. وأيضا أشار علاء وغيره أن الناس بدأوا يرتكبون أعمال الصحافة. الكثير من الناس هؤلاء لديهم آراء، ولكن أحيانا يكونوا مضللين، لكننا بدأنا نحصل على هذا النطاق الكامل من الصحافة، سواء كانت تولدت لأسباب مهنية أو لأسباب شعبية أم آخر. فقط محاولة إعطاء رأي حول كيف يتناسب كل واحد منها في موقعهم.
السؤال التالي هنا. أنا صباح محمودي من معهد الصحافة بتونس. أردت أن أقول أنه المدونات بصفة عامة في الوطن العربي ألا تكون فضاء للاتصال وللتعبير خاصة الشخصي، والمتصفح لهذه المدونات يقف عند مسألة محددة وهي التعبير خاصة عن الجانب العاطفي، الجانب الشخصي الذاتي، وخاصة إذا رأينا المدونات التي تقوم بها النساء سواء كان في الخليج أو في المغرب العربي، وبقدر ما هي قليلة العدد فهي كثيرة العواطف وكثيرة الذاتية، وكأنها تعالج مسألة اجتماعية مجتمعية لا علاقة لها لا بالسياسة ولا باختيارات سياسية. وهنا أتساءل، هل ألا نحمل المدونة أكثر مما تتحمل، خاصة إذا انطلقنا من فكرة أن المدونة ارتقت إلى مرتبة مصدر خبر، ونعرف أنه كثير من المدونات فيها كثير أيضا من الكتابات لا أقول الخطيرة ولكن نفايات في نهاية الأمر. إلى أي مدى يمكن أن نعتبر أن هذه المدونات مرتكز أساسي للإعلام الصحفي وخاصة في التلفزيونات؟ وشكرا. تبقى لنا 15 أقل من 15 دقيقة، أحث السائلين أن يوجزوا أكثر. لست أدري ما يريد الإجابة، كثير الناس يناقشون الناس المدونات بشكل أحادي ومن الصعب تناول هذا الموضوع، لكن تفضلي علاء. سأجيب على هذا بالإنجليزية، فهذا مشوق لعدد أكبر من الناس. لن أستجيب في الواقع للسؤال، أعتقد أننا دائما نخطأ في الخلط بين الأداء وبين الظاهرة التي نناقشها، فهذه المدونات هي أداة ويمكننا استخدامها. يبدو أننا سنتحدث عن الدمج بين الفن والصحافة والعمل النشطاء. سأروي قصة قصيرة وأعطي مثالا عن هذه النساء المدونات في مصر. ما وصفته دقيق جدا وملهم جدا، هناك إبداعية وهناك أمور إيجابية تأتي من النساء المدونات في مصر. في الواقع عدد النساء أكثر من الرجال في التدوين، ومعظمهن كنا بعيدات جدا عن أي شيء يمكن أن يسمى عملا كنشطاء، حتى فتحت البعض من هنا مسألة المضايقة النساء في شوارع مصر والتحرش بهن. حاول البعض الرد بطرق سياسية، لا أقول تقليدية وإنما أقول أنها مشابهة لما فعله المدونون بالتعذيب وغير ذلك. كانت هذه المبادرة تسمى كلنا ليلى، نظمتها مجموعة من هذه النساء المدونات في مصر، وتمكننا من تجميع 200 من النساء المدونات أن يكتبن في نفس اللحظة من الزمن، كل واحدة تكتب بنفس العنوان كلنا ليلى، لكن كل واحدة تعبر بشكل مختلف تعبير ما يعنيه أن تكون امرأة شابة في مصر، ربما تحدث عن مشاكل أو عن الحركة النسائية أو عن قصة. بالنسبة لي على كل حال هذا كان العمل كنشطاء لأنه كان استجابة لهاجس اجتماعي وكان شديد التنظيم وكان مدهشا، ولكن في الوقت ذاته كان مليئا بالشاعرية وتنظيم، كان أمرا يحفز على التفكير وما كان يمكن القيام به بأي وسط آخر، أمر خرج من هذه المدونات. وفقط أريد أن أقول في مصر كنت في منتدى صدفته أنت حول التدوين والتفاعل بين المدونين،
ثم كان هذا كان طريقة للجمهور أن يكون لديهم نقاش ربما كانت لديهم المساحة القيام بذلك بغير ذلك، وتحول هذا النقاش رائع بين النساء المحافظات والأكثر ليبرالية، وهم يتناقشن حول النساء في المجتمع المصري من خلال منتدى اثنين من أكثر المدونين الشهرة، لكن هذا لم يكن في الفضاء الافتراضي وإنما كان في الحواقع الحقيقي، كان هناك في مجتمع حقيقي، وهذا يمكن أن ينعكس على العالم الافتراضي. فطبعا مسائل النوع الاجتماعي حيث هناك يكون التواصل الحقيقي قد يكون محدودا. أعتقد أن لا بد لنا أن ندرك أن هناك تعدد في المقياس بالنسبة للمدونين، فهناك الكثير من المدونين وطوال مهنتهم لن يتحدثوا عن أي شيء مشوق لأي شخص عدا عن أصدقائهم وعائلتهم، ولكن أحيانا يقطع الناس هذه الفجوة للجهة الأخرى. فكان هناك طالب بالتاسعة عشرة من عمره وضعت مدونة، وكل الذي كتبت عنه كانت عن الأحذية وعن هواتف الخلوية، ثم فجأة كتبت عن الدبابات. فأيضا كان هناك أيضا عرضت مظاهرة فيها كان 20 متظاهرا ووسائل الإعلام بالمئات. في نهاية الأمر كانت تقول لوسائل الإعلام أرجو أن توقفوا على الاتصال بي، لست سياسية، فقد صدفت مرة واحدة. يجب أن نفهم الناس قد يمرون بلحظات تكون هامة في حياتهم، ويجب أن نكون منفتحين للفكرة أن هذه الطالبة في 19 قد ترينا أمورا ما كنا سنراها بغير ذلك، لكن يجب أن نحذر من إعطاء الكثير من الوزن والضغط على هذا المجال لنتركه ليكون مساحة للتعبير وليس مساحة للنشاط السياسي. طبعا الصحافة تحب أن تصنف الناس بأشكال مختلفة بصفات مختلفة. مراد ريام من شبكة الجزيرة، لدي سؤال بسيط، ألا تعتقد أن مصداقية الصحافة الشعبية أو المدونين معرضة للخطر لأن هذه الحملات والوسائل الإعلامية لديها تمويل وتأثير قوي، فيمكن يوظفون مدونين يطلبون منهم أن يكتبوا عنهم مثلا وانتهى الموضوع؟ فإذا لديهم، إن كانت لديهم مصداقية ونفاذ إلى جماهيرهم، فالسؤال هو هل مصداقية الصحافة الشعبية معرضة للخطر؟ في بعض أنحاء العالم نظرية المؤامرة موجودة، وهذا ما تريد وسائل الإعلام التقليدية أن تلوثهم بأن تقترب منهم. نعم، هي معارضة للخطر قطعا، والبعض يطرحون الأسئلة الصعبة، وأحد زملائي في هارفارد يسمى ديفيد واينبرغر، وهو شديد التعصب لصد أو لنفي أي ما يحدث ما يكتب بشكل مختلف. عندما يكتب اسمه، عندما يكتب جون إدواردز، هناك يكتب بين قوسين أنا مستشار دون أجر لهذه الحملة. هذه طريقة لي يجب أن نتعامل بها. شخص ما يتلقى مالا لكتابتي، أي شخص يجب أن يوضح ذلك تماما بالإفصاح في كل موقع يكتب فيه، لكن لن يفعل الجميع ذلك. ومن الأمور المشوقة عن هذا المساحة المدونين أن هناك الكثير من التقارير التي تكتب فيها، وهذه من الأخطاء الرئيسية، أن تأخذ أموالا ولا تتحدث عن ذلك، لا تبلغ عن ذلك، هذا سيدمر مصداقيتك. وهناك أيضا أشخاص نراهم يكتبون على مواقعهم، وأنا لدي أكتب مثلا على موقع أكتب أسماء الشركات لدي علاقة مسبقة بهم، ولكن إن كانت لدي علاقة بهم أريدكم أن تعرفوا علاقتي ولكي تحكموا. وهذا قد يكون خطرا، لكن الخطر سيخف في عن لو لم يعلن عن ذلك التمويل. عند الحديث عن اللوك، النظر إلى أضلاع المثلث الثلاثة، هل علينا أن نثقف الناس كيف يستخدمون هذا الأسلوب المثلث أو المربع، أم نتركهم يتعاملون بشكل طبيعي؟ اسمي الليلة الزبيدي، أنا أعمل في لبنان،
وأثناء الحرب في لبنان أصبحت المدونات والإنترنت مهمة جدا، لأن هناك شعور بأن الإعلام العربي أو الغربي لم يعكس الصورة كما كان ينبغي، وكان هناك الكثير من الرسوم الكرتونية واليوميات الحرب، حتى تم ترجمة بعضها إلى اللغات العبرية والصينية وغيرها. وأعتقد أن كان هناك شعور عميق بأهمية عرض هذه الأمور، بأن الناس في الحروب لا يموتون فقط بل يعيشون أيضا، والحياة تتأثر بظروف الحرب، وهذا أمر يحتاج إلى أن يوصف ويعرض وبمساحات لا تتيحها وسائل الإعلام التقليدية. نعم، المحتوى معظمه كان بائسا، وبعضه له طبيعة نشاط سياسي وما إلى ذلك ومنحاز، لكن في النهاية من الذي ينتج لنا صورنا وينقل أخبارنا؟ السؤال هو إذا ما أردنا نحن أن نفعل ذلك، مثلا الانخراط في العمل مع اللاجئين من الحرب مثلا والهاربين والنازحين، كيف نعطي لهم الفرصة ليعبروا عن مشاعرهم وقضاياهم؟ فهؤلاء يستخدمون ليلى، لدينا دقيقتان فقط، الرجاء الانتهاء. نعم، الشعور، السؤال موجه إلى علاء. أعتقد إن مجالك مختلف، في لبنان موجه إلى الجمهور الغربي لنظرة كيف هوجمنا. أعتقد أن مدوناتكم تتعامل مع القضايا ذات الطبيعة المحلية، إذن كيف تتباحثون هذه الأمور بين نفسكم؟ وقلت أنك لا تلتقي وسائل إلى بشكل رسمي، لكن بينكم كمدونين كيف تتعاون؟ علاء، لديك دقيقة، وهذا كان السؤال الأخير. باختصار نقول أنا لست متأكدا من أن اللبنانيين يفعلون، نحن لا نفعل وهم لا يفعلون. أنا ألقي نظرة على المدونات أثناء الحرب، أعتقد أنه في ظل أي مجال مدونات حيث هناك مجموعة من البشر يتعاملون مع الأمور بل وفقا لقواعد معنية، وليس فقط يدونون هكذا عشوائيا. ترى أن الكثير من أن أصحاب المشاعر يحاولون والأصحاب الارتباطات معينة يحاولون تنظيم أنفسهم من خلال هذه الأمور. مثلا نرى أن نساء كانوا وراء مدونة تحرير ليلى مثلا، حادثوا أن حاولنا أن يشرحن من هن وماذا يريدن. هذه كانت مجموعة منظمة، لكن هناك مجموعات أخرى من المدونين ينتقلون من مقاهي الإنترنت ويحاولون إيصال رسائلهم، وربما هؤلاء هم هؤلاء الأكثر عددا من الذين يجتمعون خارج نطاق المدونات، لكنهم ليسوا مرتبطين بالجزيرة مثلا. عندهم قدرات عجيبة على تنظيم أنفسهم والالتقاء، ويستطيعون تحقيق إنجازات أفضل منا بكثير، لكن إذا جمعت كل هؤلاء لن تجد أكثر من 2000، بينما لدينا حوالي 10,000 مدونين. لا أدري ماذا عن البقية، ربما لا شيء يحدث، لكن أنا لا أعلم. لدينا دقيقة ونصف، هو مجرد تعليق، بإمكانكم أن تردوا علي. أنا أيدن وايت من اتحاد الدول الصحفيين، أنا مثل الصحفيين على مستوى العالم. أنا أعتقد أن هذا نقاش مشوق، لكن يبدو لي أن كثيرون منكم لديكم قضايا مشتركة مع قضايا الصحفيين، مما سمعت منكم من قضايا النشاط والناشطين، ويبدو لي داخل جالية المدونين في العالم تحاولون خلق النزاهة والأخلاقيات التي لا تأتي أحيانا
مع وسائل الإعلام الرئيسية، وهذا مصدر إحباط شديد لأنهم لا يقدموا لنا النتاج النهائي الذي يمثل هذه القيم. أعتقد أنكم تتجاوبون مع هذا، لذلك أنا كممثل للصحفيين أرى أن من المهم على المدونين أن يلتقوا بقضاياهم مع الصحفيين الذين يدافعون من أجل هذه الأخلاقيات ورفع مستوى المهنة. ونقطة الأخيرة، يبدو أن قضية التضامن لها جانبين، ليس فقط دعم الصحفيين الذين يضحون بل أيضا دعم المدونين. جوش وولف مدون تجاوز الحد من المجال الشخصي إلى المجال العام وقضى 8 أشهر في السجون لأنه قرر